ايه الصلاحيات اللي خدتها من الكابتن محمود الخطيب؟ يعني دايما بيبقى في جزء كده يقول لك بس هرجع للكابتن الخطيب، هرجع للكابتن الخطيب. اه في امور لابد ان تعود لرئيس النادي او لاداره النادي او للمشرف العام على الكره، لكنه في امور بتكون مستعجله يا كابتن رمضان. هل اعطاك كافه صلاحيات؟ هو بص، الصلاحيات واضحه وصريحه. المدير الرياضي ده يعني هو باختصار شديد هو بيخطط لاستراتيجيه النادي، نعم، وفي ديناميكيه في الاداء بتاعت الفكره او الخطه اللي انت بتحطها. نعم. ممكن يحصل تغيير بناء على الفكر اللي انت عايزه. نعم. الميزانيه اللي محطوطه. نعم. ربط الفريق الاول بقطاع الكره في النادي كله. احنا مش واخد كل دوت. نعم. ناخد جزء منه اللي هو الاعمال مدير الكره اللي هي المتعارف عليها بالنسبه لنا، والتعاقدات مع اللعيبه والسكاوتين اللي هو المفروض لما بيجي لي بعرض الحاجات ديت في التعاقدات والسكاوتين للمدير الفني. في الحال المفروض بيقول لي انا عايز دوت انا في زور من غير رجوع للكابتن الخطيب او مجلس اداره. نعم. ان هو مثل لي دوت بالنيابه عنه. فيبقى في اسرع في الاداء، سرعه في الاداء بشكل حلو. كويس المفروض يعني. السؤال هو المحرك في الشيء في الموضوع يعني ان الواحد جاي بعد في بدايه الموسم. نعم. يعني ما عندكش وقت تعرف تمهد لانك تجيب ايه وتعمل ايه. يعني مطلوب مراكز معينه، طب العدد اللي موجود عندي انا في القائمه محدد، العدد الاجانب محدد. ده السؤال اللي كل جماهير النادي الاهلي منتظره الاجابه عليه. هل بالفعل ستكون هناك صفقات قبل يوم 25 من اكتوبر؟ وزي ما حضرتك بتقول الاجنبي وغير الاجنبي، لانه انت عندك مشكله، ويعني هيحصل ايه؟ هل هتتجه للسوق المحلي؟ هل اجنبي؟ هل هيرحل حد من اللاعبين الاجانب؟ هو ان شاء الله، ان شاء الله يعني هيبقى في تعاقد قبل 25 اكتوبر ان شاء الله. تمام. لكن اكتر من كده مش هقول، حتى لقناه الاهلي او لكابتن شوبير. ماشي، بس في تعاقد يعني عدها لي. ما هعديها لك. طيب ما مش ه... والله ما لا هقول لك جناح ولا راس حربه ولا حاجه، هعديها لك. بس مصري ولا اجنبي؟ بس ده بس مش عايز اكتر من كده. بس الاحتمالات موجوده، المصري والاجنبي موجود الاحتمالين.